مليون مرة قلت لك الأولاد هذول بدهم متابعة، أبواب مسكرة بديش، تليفونات بديش، ولا أترك شغلي وأقعد لكم في البيت يعني؟ والله إني دايرة بالي عليه، يعني مش عارفة أنا هذا الموضوع كيف صار. طب شو بدي أسوي يعني؟ شب طولي أقعد له شرطي على باب غرفته؟ ابنك بحكي مع بناته وببعث لهم صور وهو بتصرمح، والله أعلم شو ببعث كمان، ولا هي شو بتبعث له؟ طيب اسمع، بنفتش تليفونه وبنشوف إيش فيه. يا رائد، في شيء ثاني كمان لازم اعرفه؟ ولا شيء. وهو يا بتحكي بالتي هي احسن، يا قسما بالله العظيم لربطك بهالسرير وكسر عظامك عظمه عظمه، احكي ولا يابا. والله 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 ما في شيء. شو قصه البنت هاي؟ احنا مش اتفقنا انه تليفون للاشياء الضروريه؟ وانه كل شيء عندك يضل مفتوح واشوف كل حدا عندك؟ من وين اجت هاي البنت؟ الصراحة عملت حساب تاني الي، بس هي اللي ضفتني مش انا والله. شايف انك كذب؟ شفت انك كذاب، ما بستاهل واحد يثق فيك ولا يعتبرك زلمة. هي بتبعت لك ولا بس انت اللي بتبعت؟ بس انا كمان طلعت هبيلة يعني؟ لا ليش هبيلة؟ بعدين هي بنت مؤدبة ومحترمة. مؤدبة ومحترمة؟ لو انها مؤدبة ومحترمة ما بتبعت لك صداقة. من وين بتعرفك لحتى تبعت لك طلب صداقة؟ وانت شو بتعرف عنها هاي الدافة؟ ما بعرفش اشي. فاشل، انت واحد فاشل. ولك انجح بالاول وبعدين روح تصرمح. طيب ما انا بنجح بالله. حملنا جميلة انك تنجح بعد كل اللي عملنا لك ايام. حملنا جميلة. ولك انا ابوي كان يشغلني بالصالون الم شعر الناس بعد ما اروح من المدرسة لغاية الساعة 12، ولما اروح انضرب عشان ما بدرس. وانت بدك تحب اللي بنت زبالي زيك؟ ولا حابب ترجع على الصالون؟ شكلك حابب ترجع على الصالون، شكلك فيه. لا يابا، والله مش مستاهل الموضوع. مش مستاهله. حلو، انا اللي بورجيك. شكلك مش نايم كويس. كان عندي لعبة بخلص فيها. كمان مرة؟ طب ما انت كنت تلعب لعبة هذيك اليوم. هاي لعبة جديدة. بعدين انت شو بفهمك؟ هاي ألعب أعلى من مستوى ذكائك. أنا آسف يا أستاذ ذكي، فهمنا. طيب حتى لو شرحت لك ما راح تفهم. ليه انت شو بتلعب؟ بلعب لعبة استراتيجي. يا حبيبتي لو قاعد يفهمنا 3 ساعات مش رح نفهم. احنا أغبياء بالنسبة لحضرتك. طب شو هاي اللعبة؟ الساعة 3:15 بدي الاقيك مزروع هون، مش تلطعني مثل هذيك المرة. طيب متى رح ترجع لي التلفون؟ بتعرف انك واحد وقح. ركز على دروسك بدل التليفونات اللي بخربتكم. التليفون هذا اللي مجننك رح اخليه معي لغاية ما تعقل. وكان مش عارف انا مخلف زلمة ولا ولد. انزل! انزل!
في شيء ولا؟ طلع قدامك بلاش ما اكسر وجهك تاني مرة. فاهم؟ يعطيكم العافية شباب. كيفكم اليوم؟ مستعدين؟ يلا انتبهوا، اليوم رح ناخذ درس. لا لا تتحيي. هنا كيفك؟ أهلين سميرة. شو دينا؟ حلو كتير البوست اللي نزلتي مبارح، قد ما عجبني شيرته. من وين جبتي؟ أنا كتبت تأليفي. تألفي وبتعزفي؟ يلا إن شاء الله منشوفك على التلفزيون أو حتى على يوتيوب شانل. مش طموحي والله. براحتك. مالها هاي؟ بس لو أفهم إيش بدها مني؟ سيبك منها هاي. اسمعي المهم، هذا الولد أزعر، ولك أول سنة ضرب زيد من خالتي وصار في مشكلة كبيرة بالمدرسة. هلا بتكون ولعت. من وين جبت هذول؟ واحد بعت لي يوم واتساب. مين؟ ما بتعرفه. احكي لك مين؟ فواز. فواز اكتب الموبايل. شغل بالي ومجالي نوم، لإمتى أنا رح أضل محروم من حدا جنبي؟ لإمتى رح أضل عايش أحلام؟ لإمتى إحساسي علي حرام؟ نفسي أطلع من الأوهام وأحس بقلبي، قلبي قلبي. يلا يلا بس ادوب. طب اسمعي، انا بدي اروح المس عليا شوي ونتلاقى برا. اوكي تمام. دينا ما بدك تشطب البوستات؟ هلا انا مش ماسحه اشي، مش خايفه منها، ما فشرت. يا الله منك، بس بدك تعمل مشكله. خلص ريحي راسك. ليه اريح راسي؟ شو بدها فيي اصلا؟ خلص ما بدها تقرا تعمل لي بلوك وانتهى. هلا انا بسوي اللي براسي وما حدا له عندي. هي بس لو تزبط معي موضوع المنحه ساعتها اكمل سنه هون وبطلع بدرس برا على كندا او المانيا وبرتاح من وجع الراس هاد كله. تتركي امك لحالها؟ عبال ما تزبط قصه السفره بتكون هي حضرت حالها اكيد وتتقبل الفكره يعني. تفكريهاش هي كمان مبسوطه بوضعنا هون بعد ما ابوي توفى؟ عن جد بس بدي تزبط قصة السفرة وأسافر وأخلص من القرف هذا كله من سميرة وجهها. طب وأنا؟ أنا بدك تخليني مع سميرة؟ أنت شو؟ ما أنت هيك معاي، بعدين أنت بتكوني رحتي على الجامعة كمان. يلا خلص روحي هلا بلا ما تتأخري وتتبهدلي. يلا بشوفك. دينا لازم أقول لك إشي. خير؟ عن الشاب يلي بتكتب عنه على الفيسبوك. وبعدين؟ أي شاب؟ ما في شاب. مين اللي بعثك صور ولا؟ ما بعرف يا رائد، صورك منتشرين على الفيسبوك، الكل شافهم، ما إلي دخل أنا. البوستات مش مسحيتهم، خلص ريحوا حالكم اعملوا لي بلوك.
مش هذا الموضوع، عم بيقولوا انه الشاب اللي انتشرت صوره اليوم الصبح انه انت اللي نشرتيه وفضحتيه كمان. شو بتحكي انت؟ شو اللي انا فضحته هاي؟ لا تعصب علي، انا ما لي دخل، انا سمعت البنات بيحكوا هيك قلت اجي احكي لك. حلو، ومين بالله عم بيحكي هذا الحكي عشان بدي افرجيهم قيمتهم وحده وحده؟ لا تعصب علي، ما لي دخل، انا سمعت البنات بيحكوا هيك قلت اجي احكي لك لانه الموضوع مش مزحه. مين اللي عم بيحكي هيك؟ سميرة. سميرة ماشي.